بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أكيد في البداية هنطمن عن فريق كرة القدم، كان فيه تدريبة أعتقد هي دلوقتي شغالة وفي حالة من التركيز، الجهاز الفني بيشتغل وعارف اللي حلم جماهير الأهلوية بطولة أفريقيا، عشان كده الهاشتاج النهاردة أفريقيا يا أهلي. بنقول زي ما جماهيرنا بتقول بطولة أفريقيا أكيد وحشانة، غياب سنوات كتير وده مش الطبيعي بتاع النادي الأهلي. في حالة من التركيز، حالة من الإصرار، حالة من العزيمة، ده اللي بالفعل موجود. خليني كمان زي ما قلت امبارح إن المشوار مهم وكان فيه صعوبات في بداية المشوار من بيتفيست الجنوب أفريقي للمجموعة اللي النادي الأهلي كان فيها، كمان مباراة الترجي، كل ده المفروض ننساه ولازم مهم جدا الجهاز الفني ومع اللاعبين يشتغل على فكرة ان خلاص ماتش ومباراة حصل فيها بالنسبة لنا الطبيعي بتاع النادي الاهلي، الاصرار والعزيمة وروح فانيلة النادي الاهلي اكيد كانوا موجودين، لكن لازم كلنا صفحة اتقفلت وفي مباراة النجم الساحلي اللي هي مباراة من وجهة نظر الشخصية ومن وجهة نظر نقاد رياضيين كتير ومن وجهة نظر جماهير كتير ان مباراة صعبة جدا جدا واصعب من مباراه الترجي. لما بنتكلم على مشوار البطوله كمان واللي انا عايز اكد عليه، فريق الترجي ايوه النادي الاهلي لما قابله ما خسرش في البطوله خالص، وايضا النجم الساحلي فريق ما خسرش في البطوله. فريق من نوعيه لعبه ممكن نقول للترجي اقوى فنيا، لكن بيعتمد على الروح داخل الملعب. وانا بكلمكم بخبره سنين طويله، اعتقد 6 أو 7 مواجهات مع النجم الساحلي، منهم السوبر ومنهم بطولة أفريقيا. فريق مش بالسهل برضه على ملعبه. فريق عنده جماهير، فريق جماهيره بتساند من أول دقيقة لآخر دقيقة، الملعب بطبيعته أضيق من ملعب رادس، وملعب هم حافظينه بشكل كبير. لكن بيبقى بيعتمدوا على الجماهير والروح والمساندة الجماهيرية والدعم، ومن هنا عندهم عناصر شابة كتير وبيبقى فيه روح وكمية جري غير طبيعية. من وجهة نظري مباراة النجم الساحلي هي أقوى بكتير من مباراة الترجي، عشان كده بنطالب بكل يوم اللي بنقوله للعيبة، ما بنخافش على الأهلي أبدا، طول ما فيه روح، طول ما فيه التزام، طول ما فيه كور مشتركة بتتعامل بمنتهى القوة من غير ما تأذي زميلك، لأن النادي الأهلي علمنا الروح الرياضية ده أكيد. كمان مش عايز أتكلم على فكرة الحكم كتير، مش هنقف عندها، لأن على مدار تاريخ النادي الأهلي بيبقى غير مقبول بالنسبة للجماهير. بيبقى فيه أخطاء الكل بيتكلم عليها، لكن مفيش حاجة اسمها داخل النادي الأهلي اللي يبقى فيه أعذار أو حجج أو الحكم هو تسبب، الكلام ده خلينا نتكلم بأمانة ما بيبقاش موجود. فمن هنا مش عايزين نتكلم على الحكم أساسا، نعتمد على رجالتنا داخل الملعب، اللي يلعب يلعب، المهم الأهلي يكسب، وربنا يوفق الكابتن حسام البدري ويضع التشكيلة المناسبة للمباراة والاستراتيجية المناسبة للمباراة. لكن هكرر تاني، مباراة النجم الساحلي مش من المباراة السهلة أبدا، مباراة قوية جدا جدا وأقوى من مباراة الترجي. عندهم أكيد عناصر متميزة، عندهم فرقة منظمة، لكن النادي الأهلي فريق مش قليل، فريق كبير بشهادة كل أفريقيا وبشهادة كمان الصحف التونسية، تعلم قيمة النادي الأهلي خصوصا في مشواره الأفريقي على مدار التاريخ. ولما نتكلم كمان على التاريخ مهم جدا أذكر نفسي أذكر حضراتكم، من الوقت القريب كان النادي الأهلي متسيد، بتشوفوه طرف في كل المباريات النهائية، ده تاريخ موجود. ولما نتكلم على تاريخ موجود بيبقى حاضر، بس بيبقى حاضر بالجهد والعرق والإخلاص والالتزام والانضباط. وهأكد مرة تانية، اللي لسه عايش في نشوة الانتصار لازم يخرج بمنتهى السرعة من أولنا إحنا كبرنامج وكجماهير وكلاعبين وكجهاز فني. مطلوب طول الوقت التزام، انضباط، تركيز، لأن عندك جماهير بالملايين بالملايين منتظرين كابتن الفريق وهو بيرفع كاس افريقيا، وده هيبقى انجاز
غير مسبوق للنادي الاهلي في كل العابه، قدر اللي هو يحقق على المستوى المحلي وكمان على المستوى الافريقي. مفيش نادي في العالم بيقدر يعمل اللي النادي الاهلي بيعمله. عشان كده كل الاماني الطيبه وكل المسانده والدعم اللي فارقنا اللي مشرفنا وبيفرحنا في الاوقات الصعبه. النادي الاهلي الحاجه الوحيده من وجهه نظري في الرياضه اللي بتشتغل صح، وبتشتغل بضمير، وبتشتغل بمجهود، وبتشتغل بتخطيط، وبتشتغل بحب واخلاص لجماهيرك اللي هي الحافز، والكمان الاخلاص في العمل. لان اللي بيعمله النادي الاهلي ما اعتقدش في انديه، على سبيل المثال مثلا لما نروح نتكلم على برشلونه ريال مدريد، امام باريس سان جيرمان كان في صعوبه، وتلاقي بيرجع بسرعه فريق برشلونه ويرجع في المباراه، بس بيعملها مره مرتين ثلاثه، لكن مش على مدار تاريخه. لما نتكلم كمان على مستوى النادي الاهلي وبالارقام، عشان دايما الناس بتتكلم على الاوقات الحاسمه، لما في الاهداف اللي بيجيبها النادي الاهلي في الدقيقه 90 و92 و96، الان النادي الاهلي على مدار تاريخه لما نتكلم دلوقتي ممكن النسبه زادت، فتلاقيها 38% من اهداف النادي الاهلي على مدار تاريخه هتلاقيها بتيجي في الاوقات الاخيره. عشان كده نقاط مهمه جدا جدا غير اللي انا قلتها، اللي هي تخص اللاعبين من روح لالتزام لضغط للفريق، عمل جماعي داخل الملعب لضغط جماعي، ده مهم جدا. لكن في امور تانية، امور فنيه لازم ناخد كلنا بالنا منها، والكابتن حسام البدري اكيد بنحترمه وبنقدره وبنشكره على المجهود اللي هو بيبذله، وده مره تانية ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. النقطه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها، لازم نخلي بالنا فرق شمال افريقيا بتهتم بالكور الثابته. الكور الثابته بينفذوها بشكل كويس جدا. الجميل في مباراه الترجي، وهرجع شويه في نقط فنيه، اللي الهدفين اللي جم في النادي الاهلي كان من كور ثابته. فالنادي الاهلي المباراه الثانيه ركز في الكور الثابته، مفيش اقلل من اخطائه، ده حاجه محترمه جدا اللي انت عالجت الموضوع ده بسرعه. فمن قبل المباراه لازم ناخد بالنا ما يعملش فاولات كتير عند ال 18، لازم نقلل من الكرات الثابته اللي هي متميزين فيها فريق النجم الساحلي. مش النجم الساحلي بس، كل شمال افريقيا بيعتمدوا على ده. دي واحد. اتنين، المباريات دي بيتخلق فيها فرص قليله مش كتير، فلازم استغلال الفرصه لما تجيلي. انا متعاطف جدا مع وليد ازار، واللي انا اتعلمته في العشر سنين الاخيره على الاقل في ثقافه اللي انت تهاجم لعيب بتاعك ده غير موجوده. ففي البعض بيسيب المباراه وخلاص، والاهلي صعد ابتدى بقى يتكلم صلاح ما لعبش ليه، وليد ازارو ليه ما بيضيع الفرصه السهله دي. بس لما تتكلم على مجهوده من بدايه المباراه، شوفوا الالتحامات، شوفوا كميه الجري، شوفوا كميه الحماس اللي موجود. انا بحس بمنتهى الامانه ومش دفاعا، ان حد متربي جوه النادي الاهلي، حد عنده روح الفانيله الحمراء. وانا مش بقول للناس اتعاطفوا معاه، بس بص الفرصه لما بتضيع، هاتوا الرياكشن بتاع وشه، هتلاقي الخوف سيطر عليه، هتلاقوا الشد العصبي ظهر عليه، هتلاقوا جاله شد. فده متحمل مسؤوليه، ومش بقول لك هاجمه ولا لا، في نقد بناء، يبقى مديره الفني اللي يشتغل على ده عشان لما تيجي فرصه سهله يقدر يجيبها. لكن ده معناه ان اللعيب مضغوط. ومش هتكلم طول الوقت، ما دام لابس فانيله النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها سنه صغير، مفيش حاجه اسمها ما عندوش خبره، انت لابس فانيله النادي الاهلي، فانيله النادي الاهلي دي مسؤوليه. فمن هنا اكيد الكابتن حسام بيشتغل معاه على الفرص اللي بيضيع، ده اكيد 100%، لكن لازم احنا كمان يبقى لينا دور ايجابي مع اللاعب. خصوصا اتفرجوا على اول 25 دقيقه مفيش امداد ليه هجومي، وعمال بيجري وسط المدافعين ويشاكس مع حارس المرمى وشمال ويمين وضغط لوحده. ده كلام محترم. في راس حربة ممكن يلعب ما بيخلقش لنفسه فرصة. ما دام بتخلق لنفسك فرص يبقى هتيجي. وده اللي لازم كلنا نسانده بيه، وده كان أمانة عندي لازم أقولها للاعب أنا شايفه اللي هو مهم جدا جدا للنادي الأهلي. في إهدار للفرص السهلة؟ فيه. لكن ما دام بيروح يبقى إن شاء الله قادر، وإن شاء الله يقدر يهدف في فريق النجم. دي نقط مهمة جدا. هرجع أقول تاني، الضغط الجماعي داخل الملعب، استغلال الفرص، نقلل من الكرات الثابتة علينا، لأن الكرات الثابتة دي هم متميزين
فيها. احيانا لازم يبقى عندنا شخصيه الاهلي موجوده في الموقف الصعب، اه بتبقى موجوده، مش هنتكلم فيها. اللي هنتكلم فيها الصبر في مباريات، بيبقى لازم الصبر موجود فيها، اللي انت ممكن تنقل كوره كتير وما تيأس، وممكن اوقات بيبقى في عليك ضغط كبير جدا في سمات الفرق الكبيره، اللي انت تنتظر امتى هنضغط مع بعض، امتى هنرجع لورا. كل دي تعليمات مدير فني، لكن الصبر مع الشخصيه بيقدر يديك الهدف اللي انت عايزه. ربنا يوفق الكابتن حسام البدري ويضع التشكيله المناسبه مره ثانيه، واحنا منتظرين رجاله النادي الاهلي زي ما وعدونا قبل ما يسافروا، اللي الروح هتبقى موجوده. بتقولوا لي يا جماعه؟ حد جاهز معانا؟ طيب تمام، حاولوا تجيبوا امير هشام او كابتن سيد عبد الحفيظ يطمنا على الفريق، خصوصا ان عرفنا اخبار الكابتن حسام عاشور كان في لعبه مشتركه مع صالح جمعه، خرج من التمرين وبيحط تلج على في التدريب. ده اوكي، نخلي بالنا على بعض، كل لعيب عايز يشارك اكيد في المباراه، لان اللعبه في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، وتيشيرت النادي الاهلي او فانيله النادي الاهلي زي ما حضراتكم بتحبوا تقولوا دي مسؤوليه، والمسؤوليه اللي انت تسعد جماهيرك. واكيد اكيد الكابتن حسام البدري بيتكلم مع اللعيبه في ده، من الدوافع اللي انت بتخلقها لعيبتك. وكان في معانا دكتور نفساني قبل كده، وكان في مدربين بتتكلم معاك، لكن اللي محدش بيختلف عليه اللي كل مدير فني بيمسك النادي الاهلي بيقول الكلمتين اللي انا هقولهم لحضراتكم دلوقتي. ليك جماهير كبيره بالملايين في كل مكان، البسيط منها والكبير منها والغني منها، واللي عاشق النادي الاهلي واللي النادي الاهلي بيفرحه، ولما الاهلي يخسر ما في ناس ما بتاكلش. ده بالفعل موجود، اه كل حاجه موجود، لكن اللي عايزين نقوله دي الدوافع الحقيقيه، دي الدوافع اللي فيها اخلاص، اللي انت عندك جماهير تتحمل مسؤولياتها وانت بتلعب، مطالب اللي انت تسعدها. وانا عرفت جمله مهمه جدا جدا قالها الكابتن عماد متعب للعيبه ما بين الشوطين. عارفين عماد متعب قال ايه؟ ما هو عماد متعب مش دوره في الملعب اللي هو يلعب، اللعيب الكبير القيمه اللي يقعد يتكلم واللعيبه تسمعه. فما بين الشوطين لما الاهلي جاب فيه الهدف، عماد متعب في اوضه اللبس قال للعيبته ايه؟ قال لهم اللي مش هينزل الشوط الثاني يقاتل على فانيله النادي الاهلي يقول للكابتن حسام انا مش هكمل. اللي مش هينزل يموت نفسه في الشوط الثاني ونكسب المباراه ونصعد للدور اللي بعد كده يقول للكابتن حسام ويغير. ده دور الكابتن الفرقه او كابتن من كباتن الفرقه. ده كلام محترم من كابتن عماد متعب، وده دور اللعيبه الكبيره، وانا قلت تاني وتالت ورابع. كره القدم جزء منها كبير الكلام، ممكن لعيب زميلي الحقه من خطا اللي انا اقول له خلي بالك خد خطوتين لورا، اضغط وانا في ظهرك وراك، اطلع لقدام ما نضغطش نفسنا. الكلام مهم جدا 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 في عالم كره القدم. عايزين اللعيبه الكبيره جوه الملعب وغير الكبيره، نشوف لما يهبط الاداء نسمع صوت حسام عاشور في الملعب بمنتهى القوه يفوق الناس. ده مهم جدا يا جماعه اللي احنا بنقوله.